السلام عليكم. احنا جد مسروره وجد سعيده بهذه المناسبه هذه بعد غياب طويل ديال صاحب الجلاله نصره الله. واليوم راني جد فرحانه وجد مسروره مني شفت سيدنا الله يخليه لينا والله يطول له عمره، وعاش الملك وعاش الملك وعاش الاسره العلويه، واحب من احب وكره من كره. الله ينصر لينا سيدنا، الله ينصر لنا ويطول له في عمره. انا ما يمكنش لي نوصف لكم الشعور ديالي هذا النهار الكبير والعظيم عند الله سبحانه وتعالى. ملي شفنا سيدنا هو بصحه جيده، الله يطول لينا عمره وما عمره غاب على الدهن ديالنا، سواء من بعيد سواء عن قريب. ولكن اليوم زادت الفرحه عده افراح ملي شفناه اليوم بصحه جيده ووجهه منور. ما يمكنش لي نوصف لك انا بعد الاحساس ديالي والشعور ديالي بهذا النهار السعيد. يا ربي يطول لينا في عمره، يا ربي يخلي لينا، يا ربي يخلي لينا، يا ربي يعطيه صحيحته ويطول في عمره ويبعد عليه الحساد ويبعد عليه شر الخلق. اليوم كنحضروا في الزياره سيدنا الله ينصرو كجمعيه اسود العيايده. اليوم كنحضروا في جيد البرنامج كندعموا سيدنا، ان شاء الله الله يشافي لينا والله ينصر سيدنا. اليوم جيت باش نشوف الملك ونحتفل بالجمعه الثانيه من اكتوبر اللي هي الافتتاح ديال البرلمان. انا فرحانه وتحيه الملك ديالنا الله ينصره والله يخليه لينا. جيت نصور سيدنا، جيت نزوره ونشوفه مباشره، الله يخليه لينا الله ينصره لينا لا هو لا عائلته. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع اصحابكم.